مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في الهيئه نت: القوات الحكوميه تعتقل 8 مواطنين بدوافع انتقاميه. في المدى: خبراء ينفون وجود ازمه ماليه، الايرادات ازدادت 3 أضعاف. في موقع الترا عراق: الحكومة تقرر استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية. في يقين نت: أسعار النفط تعاود الارتفاع في الأسواق العالمية. في عربي 21: أمريكا تعلن قرب التوصل لاتفاق مع إيران حول مشروعها النووي. في القدس العربي: قان يصف قصف أربيل بالحازم، والأمم المتحدة تحث دول الجوار العراق على احترام سيادته. وفي واشنطن بوست: توقفوا عن تخيل الإطاحة ببوتين، الأوهام لن تساعد أوكرانيا. أهلا بكم. يقول الكاتب علي حسين في مقال تهكمي بصحيفة المدى: كنت أتمنى لو أن السيد إبراهيم الجعفري بيننا اليوم ليسمع ما يقوله المسؤولون الإيرانيون حول الصواريخ التي أرسلوها إلى العراق، فقد عرفنا والحمد لله أن هذه الصواريخ انطلقت لمصلحة العراقيين، وأنها حتما تريد الحفاظ على الفسيفساء. لقد أطرب أسماعنا العراقية إبراهيم الجعفري بكلمات لن تغادر ذاكرة هذا الشعب، مثل الفسيفساء والبوتقة والقمقم وتشيم الزجاجة وشهونة العقل. المزيد نتابع. تقول لكم إيران: لن نسمح بتشكيل حكومة من دون موافقتنا. ثم تطرح عليكم سؤالا: منذ متى كان القرار بأيديكم؟ وفي كل مرة تخبركم أنقرة لأنها حامية لحمى السنة في العراق، وفاضت واستفاضت وهي تحذر من الاقتراب من قواتها الموجودة في العراق. كثيرا أيضا المشاهد الكوميدية في العراق، وكان آخرها طلة سفير العراق في بيروت حيدر الشياع البراك، وهو يسحب مسؤولا عراقيا من يده ويمنعه من التصريح لقناة العراقية. وكعادتي في السعي وراء كل غريب وعجيب، بحثت عن السيد السفير لأعرف متى تخرج من سلك الدبلوماسي، ووجدت أن الرجل يملك شهادة تؤهله لأن يتولى أكبر المناصب، شهادة فتحت له أبواب وزارة الخارجية ووضعته على كرسي السفير فوق العادة، وتتلخص بكونه شقيق العراقي أحمد الشياع البراك عضو مجلس الحكم. في كل مرة تعد الحكومة قائمة بسفراء جدد، لأنها تؤمن أن أشقاء وأقارب السياسيين أفضل كفاءات يمكن لها أن تحول سفاراتنا إلى ملتقيات سياسية وفكرية تشرح للعالم كيف استطعنا أن نبني بلادا للمستقبل، وأن نتفوق في الصناعة والعلوم والتعليم والصحة. منذ أن ترك ساستنا المعارضة وجلسوا على كراسي السلطة، كان واضحا للمواطن أنهم لن يتخلوا عن مقاعدهم، وأنهم يعدون أبنائهم وأقاربهم وأصحابهم لمناصب جديدة. لذلك تراهم يتقافزون في الفضائيات، يتبادلون الشتائم واللعنات، لكنهم يجلسون تحت قبة البرلمان لكي يفصلوا ثوبا جديدا لمؤسسات الدولة على مقاسهم. يضيف الكاتب: أيها السادة، ليس هناك في أي مكان في العالم بلد على هذا المستوى من الخراب، ومع هذا ما زلنا نبحث عن مكان لشقيق فلان وأقارب علان، والدليل كل سفراء العراق هم أقارب الوزراء والمسؤولين الحكوميين. الآن إلى مقال منشور في ألترا عراق. يقول الكاتب سامان نوح في مقال نشره موقع ألترا عراق: يطرح الكثيرون السؤال البديهي، ماذا وراء هجوم أربيل وما هي أبعاده؟ ربما لا أحد يملك إلى الآن إجابة جازمة ودقيقة.
لكن بعد يومين من البيانات الصادرة من جهات مختلفة وعشرات التصريحات والتسريبات، ما زلت أرجح ما كتبته بعد ساعات قليلة من الهجوم. يضيف الكاتب سامان نوح إن له أبعادا مختلفة ويحمل رسائل عدة، يقصد الهجوم إنه ليس موجها لإسرائيل. نتابع المزيد. صار من المؤكد أن إيران استهدفت ذلك المكان وليس القنصلية الأمريكية القريبة. إيران الرسمية ذكرت أنها لم تستهدف لا أمريكا ولا العراق في هجومها، والأمريكيون قالوا إن الهجوم لم يستهدفهم، وسكتت إسرائيل عن الهجوم، وإن وراء الأمر رسائل تذكير بالقبضة الإيرانية الصارمة على ساحة تعدها طهران منطقة نفوذ محسومة، إضافة إلى الرسالة الاقتصادية، فشركة كار الذي استهدف منزل صاحبها تسيطر على قطاع النفط في إقليم كردستان، وهي من تقوم بمد أنبوب غاز كردستان إلى حدود تركيا، وتأمل أن تصدر غاز الإقليم إلى تركيا، وهذا يتعارض مع المصالح الإيرانية. رسائل إيران النارية ردت عليها أربيل والحكومة العراقية برسائل عتب وقلق وانتقاد في أفضل الأحوال، في حين قالت أمريكا نحن شعلينا الأمر لا يتعلق بنا. وطبعا إسرائيل بعيدة عن كل تلك الحسابات، فهي تتمدد في الخليج وعلى حدود إيران الشمالية، كما تضرب بشكل مستمر الأهداف الإيرانية في سوريا وبكل يسر وبتغطية روسية واضحة. يتابع الكاتب سامان نوح قائلا هي رسائل موجهة بطريقة تهديد إرهابية عنيفة، فقد جرت بصواريخ باليستية وفي منطقة مهمة ومركز القرار السياسي والاقتصادي فيها، هجوم مباشر وكبير وليس حركة استعراضية أرادت من خلاله طهران أن تقول في المقام الأول نحن هنا وسنضرب المكان الذي نريد وفي الزمن الذي نريد، وعلى الجميع أن يعلم أن أمريكا لن تحرك ساكنا وأنها ستكتفي ببيانات استنكار وإبداء قلق، فلديها حروب ومشاغل أهم لتخوض فيها. إلى مقال جديد منشور في صحيفة الميثاق الوطني، حيث كتبته ثائرة أكرام العكيدي، وهو مقال حول ديون العراق، وجاء فيه إن سوء إدارة ثروات العراق واقتصاده والتحديات الخطيرة لا تزال في تزايد مستمر، ويشير تناحر الأحزاب وصراعهم على المناصب في الحكومة الجديدة إلى استمرار تدهور الاقتصاد العراقي، وما شهدناه من مسرحية من سعر الدينار أمام الدولار في الأيام الأخيرة الماضية مثال واضح على التلاعب بأعصاب الشعب العراقي، وكشف الوعود الكاذبة التي أطلقها بعض المسؤولين والأحزاب المتسلطة. مشكلة العراق الأساسية ليست الديون، فالأموال التي دخلت البلد من النفط تقدر بتريليون دولار منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي كفيلة بتسديد جميع الديون وبناء البلد وعدم الاقتراض من أي جهة خارجية أو داخلية. ولكن ما رافق ديون العراق هو الفساد المالي والإداري، لأن جزءا من هذا الدين ذهب إلى تسديد نفقات المسؤولين الكبيرة وسرقاتهم، في حين هناك مشاريع متوقفة وهناك ديون صرفت، وأصبح البلد ملزما بتسديد مستحقاتها وفوائدها، ولم تذهب هذه الأموال لتحقيق التنمية وإنما لجيوب الفاسدين. ورأينا بعض المسؤولين والنواب في الحكومة الحالية غردوا وصرحوا بانتهاء ملف الكويت والعراق من الديون، وكأنهم سددوا هذا الدين من جيوبهم الخاصة، وتناسوا مستخفين بالشعب العراقي أن مسودة الموازنة التي صوتوا عليها تنص فقراتها على تسديد القروض الخارجية التي أثقلت كاهل العراق وسلبت حقوق أجياله القادمة، لأن الفوائد المترتبة عليها ستدفع بالعراق لأن يستمر بتسديد الديون لغاية سنة 2048، هذا في حال لم تضف قروض أخرى، وهذا يدل على أن مستقبل العراق في خطر كبير بسبب الإدارة الفاشلة للبلد من قبل الأحزاب المتسلطة التي رهنت مستقبل الأجيال اللاحقة بسبب رعونة هؤلاء المسؤولين الفاسدين ومبالغ المديونية العراقية الكبيرة التي ذهبت إلى جيوبهم.
الكاتبة الثائرة أكرم تضيف: يتوجب بعد سد ديون الكويت التحوط من قيام الحكومات الفاسدة بإعادة كرة الاقتراض بلا حساب ولا رقابة، مستفيدة من تواطؤ الطغمة النيابية لإعادة الوضع المالي في العراق إلى أسوأ حالاته، لأنه يؤدي إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة بسبب رعونة الطبقة السياسية وفسادها وتقديم مصالحها الخاصة على مصلحة البلد، كما هو حاصل منذ أن سيطرت فئة اللصوص والفاسدين على الحكم في العراق. يتساءل الكاتب إبراهيم نوار في مقال نشره موقع عربي 21: هل ترتدي أوروبا الكاكي وتحارب فيلم أو تحارب في أوروبا، مثلا تحارب أوروبا داخل حدود القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى جاءت حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي ففرضت عليها القتال في إطار حلف الناتو تحت قيادة الولايات المتحدة خارج حدود الحلف للمرة الأولى؟ نتابع المزيد. يعتقد بعض العسكريين أن حلف الناتو سيكون مضطرا إلى مواجهة روسيا عاجلا أم آجلا، وأن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت هذه المواجهة ستقع، ولكنه متى ستقع. كما قال الجنرال السير كريس ديفريل القائد السابق للقوات الخاصة ورئيس المخابرات العسكرية البريطانية سابقا الذي تقاعد عام 2019. الجنرال ديفريل قال في تغريدة على حسابه على تويتر منذ أيام إنه كان يعارض فرض حظر جوي في أوكرانيا، لكن مع تمادي بوتين في نزعته العدوانية فإنه غير رأيه ويدعم فكرة منطقة الحظر الجوي، ويعتقد حاليا أن السؤال هو هل الناتو سيحارب روسيا الآن أم فيما بعد؟ وهو ما يعني ضمنا أن الجنرال المتقاعد ديفريل لا يرى حكمة في امتناع الناتو عن إعلان رفع حالة التأهب النووي مثل ما فعل بوتين. الطريق الثالث بين الحرب والاستسلام هو البحث عن سلام واستفالي جديد في أوروبا يهيئ لها الأمانة والنمو في بيئة مستقرة تقوم على أسس نظام جديد للأمن الجماعي يتجاوز الرغبة المتوحشة في توسيع حدود حلف الناتو شرقاً. لقد تمادت أمريكا بعد الحرب الباردة في استخدام إرادتها المنفردة وممارسة القوة خارج نطاق القانون الدولي، كما أنها في الوقت نفسه استمرت في حرمان حلفائها من المشاركة الفعلية في صناعة القرار داخل حلف الناتو. أخطر ما في السياسة الأمريكية الحالية أنها تستخدم إعادة تموضعها العسكري في الشرق الأوسط لغرض تعزيز قدراتها ضد كل من روسيا والصين. الكاتب إبراهيم نوار يضيف: تواجه أوروبا الآن أكثر من أي وقت مضى خطرا قد يفرض عليها القتال ضد قوة عالمية رئيسية، وسيكون عليها أن تختار بين أن تلبس الكاكي وتحارب دفاعا عن أمنها أو أن تختبئ داخل حدود الحلف انتظارا لقوة بوتين حتى تدق أبوابها. قال الكاتب جيمس دورسي في مقال منشور في موقع أوراسيا ريفيو، قال إن دول الشرق الأوسط تسعى إلى البقاء على هامش حرب القرن الحادي والعشرين الفاصلة في أوكرانيا، لكن هذه الدول تكتشف متأخرة أنها ربما تخوض معاركها باستخدام مجموعة قديمة من الأدوات. حرب أوكرانيا يمكن أن تقلب الطاولة على حالة التقارب الإقليمي التي تم بناؤها على أسس هشة، وكانت المصالحات الأخيرة تستند في جوهرها إلى تنحية الخلافات الرئيسية مؤقتاً بما في ذلك الإسلام السياسي وفلسطين لصالح تقارب اقتصادي والمزيد من التعاون الأمني. دول المنطقة تسعى للبقاء على هامش حرب القرن 21 الفاصلة في أوكرانيا، لكن هذه الدول تكتشف متأخرةً أنها ربما تخوض معاركها باستخدام مجموعة قديمة من الأدوات، ويشير إلى أنه على مدار 18 شهراً الماضية سعى المتنافسون في الشرق الأوسط السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران وإسرائيل إلى التحوط من خلال تنويع علاقاتهم مع القوى العظمى الولايات المتحدة والصين وروسيا،
لكن الصراع في أوكرانيا يهدد بتضييق قدرة هذه الدول على التحوط، ويعتقد أنه بغض النظر عن نتيجة الحرب فقد تحولت المنافسة بين القوى العظمى إلى سباق بين حصانين بدلاً من ثلاثة أحصنة. ويفتح ذلك الباب لعلاقات دولية تستند إلى مبدأ إما أن تكون معنا أو ضدنا، كما كان الحال في الحرب الباردة. ويقول إنه قد ترحب السعودية والإمارات وإسرائيل بشكل خاص بالتخريب الروسي المحتمل للمفاوضات النووية في فيينا، وقد تجد دول الشرق الأوسط أيضاً أن التخريب هو واحد من آخر أعمال موسكو التي يبدو أنها دخلت مستنقعاً ستتعرض فيه للاستنزاف. في موقع روسيا ريفيو يضيف الكاتب جيمس دورسي أنه مع تنامي المخاوف الخليجية من الصفقة النووية، دفع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن دعم إيران للميليشيات في مختلف الدول العربية بما في ذلك الحوثيون في اليمن الذين يشنون هجمات متكررة على أهداف في السعودية والإمارات، آخرها هجوم الخميس الماضي على مصفاة نفطية في الرياض. إلى مقالنا الأخير وهو منشور في صحيفة الشرق الأوسط عن ازدواجية المعايير في الحرب الأوكرانية، كتب محمد علي السقاف يقول: فضحت الأزمة الأوكرانية ازدواجية المعايير والقيم التي تستخدمها الدول العظمى في سياساتها الخارجية، خصوصا من قبل الدول الغربية، حول أهمية التزام الدول قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك التزامها دفاعها في علاقاتها الخارجية عن أهمية تبني الدول النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان كمعايير لعلاقات متميزة مع الدول. عند غزو الولايات المتحدة لأفغانستان أقر مجلس الأمن ما قامت به على أساس أنه دفاع عن النفس وفق نص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك كرد فعل على أحداث سبتمبر أيلول عام 2001، بينما غزو العراق واحتلاله حدث من دون أي مسوغ قانوني بحجة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. ولأن الولايات المتحدة تعلم بذلك، لهذا لم تعمل مثل ما عملت في الحالة الأفغانية التي لجأت فيها إلى مجلس الأمن الدولي، ولأنها حرب وعدوان صارخ امتنع وأدان عدد من حلفاء أمريكا مثل فرنسا وألمانيا المشاركة معها في غزو العراق واحتلاله، وأسهم عدد من الدول الغربية في دفاعها عن مصالحها الجيوسياسية والنفطية إلى انتهاك سيادة عدد من الدول العربية خلافاً لميثاق الأمم المتحدة في كل من ليبيا وسوريا، والتي بررت روسيا تدخلها في سوريا أن وجودها تم بموجب طلب من الحكومة السورية بعكس تدخل الولايات المتحدة ووجودها فيها. الازدواجية في المعايير والقيم ليست في الواقع حكراً على الدول الغربية، وروسيا بدورها تشاركها في اتباع النهج ذاته في علاقاتها الدولية مع الأطراف الأخرى، وقاسمهما المشترك هنا يقوم على أساس امتلاكهما القوة التي توظف في خدمة أهدافها والدفاع عن مصالحها. ويعني ذلك أن الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي تلجأ إليه الدول العظمى حين يناسبها ذلك، ولا تقوم بلجوئها إلى القانون الدولي وفق مفاهيمه، وإنما وفق تفسيراتها الخاصة للقانون الدولي، وهي في الغالب ما تكون تفسيرات بعيدة عن مفاهيم ومعاني ومقاصد القانون الدولي. محمد علي السقاف يختم مقاله بقوله: إن المبادئ والقيم الغربية والقوانين الدولية في واقع الأمر تجعل تلك الدول تتغاضى عنها حين تتطلب مصالحها الجيوسية أو الجيوسياسية والاقتصادية، وتذهب الأمور إلى أبعد من ذلك في حرية التعبير والنقاشات التي تدار عبر الفضائيات الغربية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بشكل غير مسبوق في العلاقات بين الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يتخوف سكان مدينة الجيل التاريخية والأثرية السودانية من اندثار منطقتهم الواقعة على الضفة الشرقية من نهر النيل بسبب ظاهرة بيئية تؤدي إلى تآكل التربة. الظاهرة البيئية الخطيرة تسمى محلياً الهدام، وهو النحر أي التآكل المستمر للتربة على ضفاف نهر النيل.
ما يؤدي إلى فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة واقتلاع آلاف الأشجار المثمرة بالنسبة إلى مقرر اللجنة العليا لمجابهة الظاهرة بمدينة الجيل عقيل أحمد ناعم، فإن المدينة تعيش مأساة كبيرة منذ سنوات بسبب الهدام الذي يعد ظاهرة بيئية خطيرة تتسبب في تآكل الأنهار. وأوضح ناعم في حديثه للأناضول أن المساحة بين المدينة والنهر كانت لا تقل في السابق عن 3 كيلومترات، لكن مساحتها الحالية لا تزيد على 300 إلى 400 متر، ما أدى إلى فقدان مساحات زراعية شاسعة خلال سنوات معدودة. الآن نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما كونوا في رعاية الله.